على هذه الهيئة تركت السيول حالة أبناء وادي مور شمال محافظة الحديدة. أكوام من الطين والقش هو كل ما تبقى منها. هنا في مديرية الزهرة تبدو منازل المواطنين التي جرفتها السيول وضربتها العواصف أشبه منازل. في لحظة لا غذاء ولا مأوى، لا شيء سوى الأمطار التي لا زالت تتساقط من وقت إلى آخر بغزارة في ظل الصدمة التي أصابت أبناء المنطقة. قاعدنا سران وريتنا سران، ولا معنا ولا حاجة نمتلكها، ونشام نكون مساعدة من الحكومة ومن المنظمة ومن ليش يفعل الخير فينا. دمرن كثير والقليل لا ممتلكات ولا، ومو في ناس منهم مدمرين مدهمجين من العرمة وما مصارف أولاده. قرى ومديريات اللحية والزهرة من أشد أرياف تهامة فقرا ومعاناة، ولم تضف إليهم هذه الكارثة إلا مزيدا من المعاناة. كانوا يحاولون التعايش مع واقعهم المر فصاروا في واقع أمر منه، وأصبح بينهم وبين حالتهم السابقة مسافات من الألم. 14 قرية جرفتها السيول ومئات المنازل تهدمت وأصبح ساكنوها في العراء، إضافة إلى ممتلكاتهم من المواشي والمزارع وخلايا النحل والممتلكات الخاصة التي فقدوها. ولا يزال حجم الخسائر قابل للارتفاع مع استمرار هطول الأمطار وتدفق المياه.